في عالم مليء بالاضطرابات، في عالم مليء في الضغوطات، في عالم مليء بالإجهاد، ستريس في كل محل، ولاسيما في هذه الأيام كل الناس مضغوطة، أغلب الناس تعبانة، عندها حزن، عندها كآبة، عندها ضغط بشكل أو بآخر، إما ضغوطات مادية، ضغوطات سياسية، اجتماعية، دينية، روحية، ضغوطات في البلد اللي أنت عايش فيها، ضغوطات مع العيلة، ضغوطات وإجهاد من كل ناحية. حديثنا في هذه الحلقة كيف نعالج الإجهاد والضغوطات أيضا، وأنا بصلي إن هاي الحلقة تكون بركة لحياتك، وبشجع مشاهدينا إنك تشاهد، وفيك تشوفنا كمان على الصفحة وعلى النت، ولكن أيضا شجع آخرين اللي بيشعروا أو الناس اللي حاسة تحت وطأة الضغوطات والإجهاد من كل ناحية. هذا البرنامج إلك اليوم، أنا بصلي إنه يكون بركة لحياتك ويكون بلسم وشفاء أيضا لنفسك وروحك أيضا. ابقوا معي، سأعود بعد هذا الفاصل القصير.